مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. ترى هل لاحظت أن الأطفال يقيمون اللعب التي يلعبون بها؟ هذا ما سنشاهد. دي قصة حياتي ضمنها في إيديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. دي قصة حياتي ضمنها في ايديك، شايفها يوماتي غلوتي عليك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في اماني، سلامي وضماني في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. في كل حلقة أحبائي المشاهدين بتلاحظوا قد إيه إحنا مشتاقين جدا إن نسمع من حضراتكم أي تعليقات منكم عن برنامجنا حياتك في قصة. تقدر تتواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت أو عن طريق اليوتيوب قناة حياتك في قصة أو عن طريق الفيسبوك. ارسل لينا قصة عجبتك أو قصة في حياتك أو قصة عن حياة أصدقائك علشان نتبارك بيها وتكون واحدة من قصص البرنامج. قصتنا النهاردة من القصص البسيطة لكن بجد العميقة جدا، واللي أول مرة قريتها فعلا الدموع نزلت من عينيا رغم بساطة هذه القصة. قصتنا النهاردة بعنوان عقد الأحجار الكريمة. عقد الأحجار الكريمة بيحكي عن طفلة صغيرة اسمها ناتالي، وناتالي راحت مع مامتها وهي في الطريق شافت المحلات، بنسميها في مصر محلات الإكسسوارات اللي هي محلات الحلي. في طبعا كان محل للحلي المزيفه، بنقولها برضو في مصر صيني يعني مش اصلي، مش يعني ازاز كده ونحاس وكده. وهي معديه للمحل ده لقيت عقد، طبعا عقد مزيف بس عجبها جدا، يعني ايه فرحت بيه. ماما انا عايز اشتري العقد. ماما قالت لها ما عنديش فلوس، كل اللي معايا 2 جنيه هنشتري بيهم اكل وناكل. يا ماما لازم، ماما انت عارف الاطفال. فماما قالت لها انت فاكره بعد 3 ايام عيد ميلادك واكيد بابا هيديكي جنيه، في كل مره بيديها جنيه في عيد الميلاد، ولما والحصاله بتاعتك نقدر نشتري العقد ده. فعلا فتحت الحصاله وخدت الفلوس اللي فيها، وبعد 3 ايام كان عيد ميلادها. ما كانتش مهتمه لا بالتورته اللي عملتها لها ماما ولا باصحابها، كل همها ان بابا يجي يديها الجنيه علشان تشتري العقد. طبعا الحصالة كان فيها جنيه و30 قرش، وبابا اداها الجنيه بقوا 2 جنيه و30 قرش. يعني مجرد ما انتهى عيد الميلاد في نفس الليلة قالت لمامتها يلا بسرعة نروح المحل علشان نشتري العقد، وفي المحل اشترت العقد، طبعا عقد مزيف، وحطته فرحانة بيه جدا جدا، لبسته من هو في المحل قبل ما ترجع، بتنام بيه، بتدخل الحمام بيه. ماما قالت لها ده لو المية جت على النحاس والحديد هيحصل صدأ وهتبقى وحشة. هي صبح ليل بالعقد ده، حبته بشكل غريب. كل يوم باباها بيجي علشان يحكي لها قصة جميلة ويبوسها وتنام. في ليلة من الليالي بابا حضنها وقال لها ناتالي. قالت نعم بابا. قال لها ممكن انت بتحبيني؟ قالت له اه. قال لها اديني العقد ده. فقالت له لا يا بابا، خد العروسة، خد العروسة دي، ماما دي عروسة جميلة جدا يا بابا، ماما جابتها لي في عيد الميلاد، جميلة جدا يا بابا خدها. قال لا انا عايز العقد بس مش لازم دلوقتي. وحضنها ونامت. كل كام يوم بابا يقول لها ناتالي نعم يا بابا بتحبيني؟ اه. طب اديني العقد. البنت بكت، يا بابا العقد ده وحش اصله بالنسبه لي، انت راجل انا بنت، العقد مش هيبقى حلو عليك يا بابا. يحضنها وتنام. بعد كام شهر كده، يمكن 3 شهور من القصه دي، في ليله من الليالي بابا حكى لها القصة، وقبل ما يقول لها ناتالي بتحبيني اديني العقد، بكل فرح وسرور فكت العقد من رقبتها، وبفرح قالت له بابا انا بحبك جدا 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 اكتر من العقد، خد العقد يا بابا. اتأثر جدا بابا لاجل انها اديت له العقد بالفرح. اخذ العقد بيسراه ايده الشمال، وبالايد اليمين طلع بسرعة من الخزانة، بنقولها الدولاب في مصر، من الخزانة
عقد حقيقي من احجار كريمه، وقال لها العقد ده انا ليا 3 شهور مشتريهولك، بس مش راضي اديهولك الا لما تضحي ولما تفضليني انا عن هذا العقد المزيف. وحط على رقبتها العقد الحقيقي وكان سعيد جدا، وهي كانت سعيده وتعلمت درس غالي جدا جدا، ان لما تدي بابا الاغلى بابا هيديها امر غالي جدا. صدقني قصه طفوليه، بس تعرف هقول لك حاجه ما تزعلش، مرات بقابل ناس قوي وكبار وحتى مثلا شداد كده واحس انه زي نتالي في نفس الطفوله بتاعتها. هستكمل معك قصه عقد الاحجار الكريمه بعد ما نستمتع بترنيمه من الروائع ومن التراث الجميل مع مرنمنا الحلو نزار فارس والعزف الجميل بيتر انيس. مش هقول لك ما تقلبش، انا عارفك هتسمع الترنيمه ونستكمل بعدها القصه. جل العمر في إذن السراب تارة في الأوج طورا في الحضيض كبريائي وغروري رفعاني للسحاب وطلبت العزة ثم المجد في العيش العريض منقذي صخر الدهور قائدي نور ونار حول الظلمة نور بدل الليل نهار منقذي صخر الدهور قائدي نور ونار حول الظلمة نور بدل الليل نهار كدت أنسى أن للإثم عقاب حين لاح في الظلام لي وميت فدفنت شهواتي وغروري في التراب وصرخت لإلهي اشفيني إني مريض منقذي صخر الدور قائدي نور ونار حول الظلمة نور بدل الليل نهار منقذي صخر الدور قائدي نور ونار حول الظلمة نور بدل الليل نهار شربت الغم كأسا في مرار عنفوان الذات نار في الهشيم كم جرعت المر طوعا ثم يأسا بانكسار كبرياء نفسي درب وطريق للجحيم منقذي صخر الدهور قائدي نور ونار حول الظلمة نور بدل الليل نار منقذي صخر الدهور قائدي نور ونار حول الظلمة نور بدل الليل نهار. نعم
احفظنا يا رب من هذه الشهوة اللي بتخلي العمر بيضيع. كانت هذه ترنيمة مع مرنمنا الرائع الجميل، ومش عايز لاني مهما امدح انا بمجد الله في نزار فارس المرنم الحلو، يعني هو صوته حلو ودارس حلو ونغماته كل حاجة حلوة، وطبعا من وراء المزيكا الجميلة مع أخونا بيتر أنيس، الرب يباركهم ويبارك كل مجهود يصنع لمجد المسيح. بصراحة أنا بفرح كل مرة أشوف خدام أمناء مرنمين وعازفين لمجد الرب يسوع المسيح. دعونا نصلي دائما لأجلهم. في قصتنا النهاردة الرائعة اللي بعنوان عقد الأحجار الكريمة، القصة المؤثرة رغم طفولتها، ناتالي فرحانة جدا بعقد مزيف نحاس وإزاز، وبعدين بابا عايز يفطمها من العقد ده ويدي جاب لها عقد غالي جدا، بس قال انه اول ما تضحي بده وتدهوني كل مرة، ناتالي بتحبيني؟ اه بحبك يا بابا. طب اديني العقد. لا خد العروسة. لا العقد وحش عليك يا بابا. لغاية ما في يوم من الايام قالت جواها نضجت وقالت طب ما انا اديله العقد وهو انا بحبه اكتر من العقد. فبفرح اديت العقد، اخد العقد بايده الشمال اليسار يعني، وبايده اليمين ادها عقد الاحجار الكريمه. والقصه رغم بساطتها مره عشره بقول بتاثر فيا، لاني بجد بجد بشوف نفس الكلام. عايز اكلمك في القصه دي في ثلاث كلمات سريعه. الكلمه الاولى على ان الشهوه لا تعرف التقييم، يعني بزعل من نفسي وبزعل من الآخرين كخادم بنزور البيوت وبنحكي بنسمع القصص، بزعل إن الحياة بتتخرب لأجل أمور فاضية. صدقني يعني لأجل عقد مزيف نحاس مصدي، معلش يعني بتكلم بالطريقة دي، وأنا أكيد المشاهدين يعني هيفهموا قد إيه جوايا حسيس عن ناس ضاعت خدمتها وضاعت حياتها وضاعت بيوتها وضاعوا أولادهم علشان عقد مزيف. الشهوة لا تعرف التقييم. ثم النقطة الثانية اللي عايز أكلمك فيها، أعطي للرب العقد القديم، يعني قدم الحاجة الوحشة قول له اعترف بيها. وأخيرا الكلمة الثالثة والأخيرة اللي عايز أشاركك بيها، مكافآت الرب الكريم. بمجرد هو كده ربنا، بمجرد ما تعترف، بمجرد ما تقدم العقد اللي الصدق ملاه، هتلاقي بالإيد اليمين بيديك عقد الأحجار الكريمة. هتقولي آه تقصد في الأبدية يعني؟ لا، وهنا كمان على الأرض. الشهوة لا تعرف التقييم. كل الحاجات أنا بتكلم مش طبعا من واقع الكتاب المقدس ومن واقع زيارات البيوت والقعدات مع شباب وشابات، الحاجات اللي ضيعت شباب وشابات أنت لما تنظر لها بجد ما تحس أني على الأقل هو عقد فالص، زي ما رنم معانا مرنمنا الجميل نزار فارس، ضاع جل العمر في شهوة في كبرياء في كلام فاضي. الكتاب بيحكي لنا طبعا يعني ايه الشهوة لا تعرف التقييم، يعني طبع عدس بتاع عيسو لئلا يكن احد زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لاجل اكلة واحدة طبع عدس احمر باع بكوريته، رفض، لم يجد للتوبة مكانا مع انه طلب البركة بدموع. يا ابي اعطيني بركة. طب عدس. هتقول لي طب ما العدس حلو. العدس حلو يبيع قدامه ابديته الى ابد الابدين ويبيع البركة ليه ولعياله. ايه رأيك في عخان ابن كرمي اللي خلى الشعب يتهزم هزيمة مرة في مكان اسمه وادي عخور، وادي الانزعاج. ايه يعني عخان ده خد ايه؟ الشهوة لا تعرف التقييم. رداء، جلبية شنعاري عادي، جلبية، باع ابديته وبعدين اتحرق هو ومراته وعياله، باع بيته وباع كل حاجة عشان جلبية ولسان دهب، يعني مكعب كده دهب ولا يساوي حاجة، حسبتها ما اعرفش لقيت 20,000 دولار. نفس الفكرة جحزي باع ابديته وباع صحته الروحية والصحة الجسدية، أصيب بالبرس، برس نعمان السورياني يلصق بك وبنفسك الأبد. إيه قال؟ علشان وزنتي فضة 20,000 دولار لقيتها كده حوالي، وبدلتين. يا راجل
يا راجل ده انت عند أليشع مكرم، ده انت كان ممكن تبقى نبي، ده اداك فرصة تقوم ولد من الأموات. الشهوة لا تعرف التقييم، ترنيمة قديمة كانت بتقول يسوع أنت تعلم أن شهوات العالم تستعبدني، شهوات العالم تجرحني، طهر قلبي، طهر فكري يا رب، أنا الشهوة واخداني. طبعا الكلام موجود دلوقتي، شاب بيبيع عبديته ممكن يسجن عشان نظر البنت، واحد ياما بيوت اتخربت علشان خان مراته، اتخربت بتسامحه وبيحصل، بس البيت اتخرب علشان نجاسة، علشان سيجارة حشيش ولا بانجو ولا فيلم بورنوجرافي ولا نجاسة ايا كانت. بتبيع عبديتك ليه؟ بعقد مزيف، عقد مصدي. انا كل تعرف لو ما كملتش النهاردة الحلقة دي في النقطتين التانيين يمكن صوت بقول لك خلي بالك من العقد المزيف. إيه انت يعني ايه اللي واخد اضواء عينيك؟ شوية فلوس بتدور عليهم، شوية شهوات، نجاسة، كله ده بتبيع الغالي بالرخيص. الغالي هو المسيح، والغالي ايضا هو قلبك. قال المسيح ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه؟ أنت أغلى من العالم. الشهوة لا تعرف التقييم، لكن أعطي للرب القديم. النهاردة تعالى قول له يا رب أنا بقبل شروطك أن أعيش بنقاء زي ما عمل داود في مزمور التوبة 51، ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصية، اغسلني كثيرا كل إثمي وخطيتي وكل الحاجات دي، ده العقد القديم. يا رب كل الشهوات دي اللي أنا عشت وضيعت فلوسي وصحتي، معلش أنا متأثر أكيد مشاهد أو مشاهدة ربنا ده ممكن مئات بيكلمهم ربنا في هذه اللحظة، متأثر عليك، نفسي أطلع لك من التلفزيون كده وأقول لك توب عن هذه الشهوة النجسة اللي في حياتك وقول له سامحني يا رب. وهو هدف البرنامج مش نحكي قصص ونقول آيات وخلاص وقلب على الحلقة اللي بعدها، إن ربنا يغيرك أنت. طب فكري كده، قولي لربنا، صلي كده قول له يا رب النجاسة والشهوة اللي أنا بعملها دي تستحق إنها تضيع بيتي وعيالي، أو تضيع شبابي إن كنت لسه شاب لم ترتبط، تضيع طهارتك. شوف يوسف، شوف دانيال. أعطي للرب القديم، لكن مكافآت الرب الكريم هنا على الأرض. لاحظت حاجة في الكتاب المقدس وأيضا في الحياة، ما في شخص قال لا للخطية إلا وكوفئ أرضيا مكافآت عظيمة ثم أبديا. ذكرت من لحظات مثلا يوسف أو دانيال، يوسف مسكته قالت له تعالى أنا معايا العقد الحقيقي، طبعا هو عقد النجاسة والزنا، تعالى العقد المزيف، قال لها لا إلا دي، قالت له أسجنك هقتلك، قال لها معلش، وخدت التوب بتاعه كده. مرت سنين، بص كده يوسف واقف كده سفنات عنيح، ويجي فرعون يقول كل مصر تسجد، وتيجي نفس الست، نفس الست اللي هي مرات فوتيفار، وتركع عند رجليه ورفع راسه فوق يقول له اشكرك يا رب انا رفضت، ركعت. وده اللي حصل مع دانيال ومع كل الناس ومع كل اللي ضحوا. ترنيم الزمان بتقول تمشي له خطوه يمشي اتنين، وبعدين خلوها تمشي له خطوه يمشي 200، وبعدين خلوها تمشي كتير. ربنا بيكافئ، اذا بتضحي بالنجاسه بيكرمك بحياه مليانه بالثمر والمجد هنا على الارض ثم الحياه الابديه. اصلي ان في هذه الحلقه تصلي معايا، تقدر تركع معايا في المكان بتاعك، قول له يا رب صلي كده ورايا بجد، اخلع العقد المزيف، يمكن نجاسه، طبق عدس احمر، انا ما اعرفش ايه طبق العدس بتاعك، يمكن رداء شنعاري، يمكن حلتين ثياب، يمكن قطعتين فضة زي جيحز، أنا معرفش. تعال أقول له يا رب أنا بخلع العقد، أنا زي نتالي يا رب برجع لطفولتي وبرمي النجاسة عند قدميك وبقول لك ارحمني، طهرني، فكني من عبوديتي يا رب من خلال هذه الحلقة، ساعدني أعيش أمين ليك، أنا مش قادر بس أنت تقدر، صدقني تتمتع بقوة الله وعمل الروح القدس في حياتك يطهرك ويكرمك الله ويكافئك هنا على الأرض
وأيضا في الحياة الأبدية. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة مجد مستمر.